يزيد أبو صابون رئيس جمعية نهضة نتل للتنمية والتضامن من منطقة حرودة بعمالة المحمدية. اليوم إن شاء الله غنظموا واحد الحفل بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى من برنامج أوراش بعمالة المحمدية. حنا كجمعية نهضة نتل للتنمية والتضامن استفدنا من تقريبا من استفدوا تقريبا 45 مستفيد ومستفيدة، هما أغلبية من الشباب والرجال والنساء خاصة العاطلين عن العمل. الحمد لله قمنا أولا بتهيئة ونظافة مقبرة قيس سيدي حجيج عين حرودة، وكذلك المؤسسة التعليمية الثانوية التأهيلية عين حرودة، ثم بعض الأزقة بمركز كيلومتر 17 بعين حرودة في إطار الصباغة والتزيين. كذلك قمنا بتهيئة ونظافة مركز التربية والتكوين بجامعة سيدي مسلم جدوب اللي كيشمل مجموعة من النساء اللي كيقوموا بتعلم الخياطة والطبخ. الحمد لله هذا الورش هو ورش ملكي وهي عقود مؤقته. ان شاء الله نتمنوا التمديد لهذا الورش ان شاء الله، لان عين حرودة منطقه عين حرودة محتاجه للمجموعه من التهيئه والتزيين خاصه في المؤسسه التعليميه، في المقابر، في الازقه، في الحدائق المتواجده، في الملاعب ديال الكره، في الملاعب الرياضيه خاصه الملاعب القرب خاصنا التزيين. الحمد لله اولا في هذه المناسبه كنشكروا مجلس عماله المحمديه اللي هو حامل المشروع، الحمد لله اللي بذل واحد المجهود كبير باش الحمد لله باش يهيئ هذا الورش الملكي. وكذلك كنشكر جميع الجمعيات اللي استفدت من هذا الورش الملكي وهو برنامج اوراش. كنشكر جماعه عين حروده اللي هي تعبئات وكباتنا وتعاونت معنا في اطار بعض المعدات، الحمد لله شكرا لرئيس جامعه عين حروده. كذلك كنشكروا كذلك المكتب الوطني للضمان الاجتماعي او الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي هو كيبقى مشكور لا سي ان اس اس، كذلك دائما في المواكبه. هناك لانابيك تاهي تعاونت معنا في اطار المواكبه. كذلك هناك التكوين المهني في اطار التكوين، كذلك مركب التكوين المهني بالمحمديه اللي كيبقاو مشكورين. كنشكر دار الشباب عين حروده دائما في المواكبه وفي اطار التكوين اللي كتحتضن دائما هذا البرنامج ديال الاوراد في اطار التكوين. كنشكر كل المستفيدين اللي بذلوا واحد المجهود. كذلك هناك التحدي في اطار مقبره سيدي حجيج اللي كانت صعيبه، هذه المقبره في اطار بعض الاشواك الضاره اللي كانت صعيبه وما يعرف بها الصابره. الحمد لله دابا ولاو يعني عائله الموتى ولاو يتمكنوا باش يبداو يزوروا العائلات ديالهم، لان ما كانش كيمكنوا باش يولجوا لهذه المقبره. نتمنى ان شاء الله تكون عندنا واحد الشراكه اخرى مع هذا البرنامج ديال الاوراش ومع جماعه عين حروده ومع مجلس العماله وكذلك مع جميع الاطراف المشاركه. والحمد لله اليوم غنقدموا واحد الفيلم او واحد فيلم وثائقي باش يعرف هذه المراحل اللي مر من هذا الورش، وغنقوموا بتكريم بعض الشركاء معنا كرئيس مجلس العماله، رئيس جامعه عين حروده، باشا السلطات كنشكرهم لان نسيتهم السلطات المحليه، باشا منطقه عين حروده، غنكرموا مدير التكوين المهني، كذلك مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كذلك مديره لانابيك، وفي اخيرا نكرموا مدير الشباب. وشكرا لكل من شارك في هذا البرنامج او الورش وخاصه برنامج اوراش اللي نتمنى ان شاء الله وهو التمديد ان شاء الله. معك يوسف زغلول مستفيد من جمعيه نهضه الزناته. حنا خدمنا هاد الربع شهور هادي هي سالينا ان شاء الله، واليوم حنا كنحضروا حفل تكريم ختامي. الجمعيه استفدنا منها بزاف، وهاد الربع شهور هي استفدنا منها وتخلصنا، خدنا رزقنا، يعني ما ضيعونا الحمد لله ما والو. حنا فرحانين بزاف لان ما كرهناش زيد شويه قدام، ونزيدوا حتى حنايا نستافدوا عاوتاني مره اخرى. والحمد لله راه عطاونا الواجبات ديالنا كاملين وكنشكرهم بزاف، وهما دايرين لنا حفل عاوتاني تكريمي، يعني حتى هما راه مفتخرين بينا وحنا مفتخرين بهم، والحمد لله راه كلشي داز بخير.
السلام عليكم. احنا اليوم جينا درنا احتفال ديال الاوراش، احتفلنا احنا والعيالات اللي كنا خدامين والرجال اللي كنا خدامين، يعني خلصونا في وقتنا 3 شهور شديناها، باقي لينا شهر وان شاء الله حنايا غاديين معاهم. وكنطلب انا من المسؤولين ومن الناس ومن سيدنا يعاود لنا هذه اوراش، يعاودها لينا، يعني الناس محتاجه لهذه الخدمه ومحتاجين هذا الشبان لهذه الخدمه. يعني هذه الخدمه هزت علينا بزاف د الحوايج، ونطلب من سيدنا الله ينصروا لينا والله يخلي لينا، وعاس سيدنا الله ينصروا لينا يعاود لنا هذه اوراش ثاني نعاود ثاني نخدموا. وما داز كل شيء داز مزيان، داز يعني الخدمه ما كرهناش ثاني يكون اليوم قالوا لنا زيدوا عاودوا تخدموا، نمشوا ان شاء الله نخدموا مستعدين. وشكرا لكم. انا ملي كملت هذه الاوراش ما سخيتش، ما سخيتش ملي قالوا لي راه صافي كملتي 4 شهور، ما سخيتش فيها كنصد تبقى دائما دائما غادي دائما غادي خدامي. واليوم كنطلب من الناس من سيدنا الله ينصروا لينا اللي يفتح لينا هذا الباب ديال هذه الاوراش. الناس خدمات اوراش ولا ارواش، المهم كما كان، المهم خدمنا، المهم هو الخدمه، المهم هي المشاركه، المهم هي الخدمه وهي المشاركه. رساله ومشكره كنوجهها للسيد العامل صاحب الجلاله على الاعلانات المحمديه، لانه هو المشرف على تنزيل هذا البرنامج الحكومي ديال اوراش، مشكور. والى السيد رئيس مجلس العمل السي محمد الغازي والى جميع اعضاء مجلس العمل باش يعطيونا الفتره التاليه، وحنا كاعضاء مجلس العمل سنعمل جاهدين من اجل باش نعملوا باش نخرجوا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. سعيد تومرين نائب أول رئيس مجلس الجمعية الحنودة. كنشكر جمعية النهضة على هذا الحفل التكريمي ديال نهاية الدور الأول ديال أشغال الأوراش. هذا العمل اللي قاموا به جمعية النهضة برئاسة سي بوصابون يزيد قاموا بواحد المجموعة ديال الأعمال وخلات البصمة ديالها على تراب جماعة عين حرودة. وهذا إلا باش نحاولوا ما أمكن نزيدوا ندفعوا للإخوان ديال الجمعيات باش يحاولوا ما أمكن يزيدوا ويديروا واحد المجهود، وتكون إن شاء الله نتمنوا بأن تكون حتى الإدارة ماشي بأنه دير الدور الثاني ديال الأوراش أو المرحلة الثانية ديال الأوراش باش نحاولوا ما أمكن نوسعوا المستفيدين ونوسعوا من الطاقة حتى الأماكن اللي كانت غير مستهدفة تستهدف في الدور الثاني إن شاء الله. والمجلس الجماعي راه موجود، راه الإشارة لجميع الإخوان الجمعيات باش يحاولوا ما أمكن على رأسهم جمعية النهضة باش نحاولوا إن شاء الله نهضوا بالمنطقة ككتلة وكجماعة وكتكتل باش نحاولوا ما أمكن نخدموا الساكنة ونحاولوا ما أمكن نوجدوا المنطقة للمستقبل إن شاء الله في قريب المنظور إن شاء الله. السلام عليكم. احنا اليوم هنا في اطار برنامج اوراش اللي هو كما لا يخفى على الجميع هو برنامج حكومي اللي بالنسبه للتنزيل على مستوى العمالات المحمديه كان من خلال عده جمعيات. فاحنا اليوم في حفل اختتام الورش الخاص بجمعيه نهضه زناته للتنميه والتضامن، وكنشكرهم على هذا الالتفات وعلى هذا التكريم اللي هو احنا اساسا الحمد لله العمل ديالنا كنديروه والهدف ديالنا هو النجاح ديال البرنامج واننا نوصلوا لنتائج منشوده. كنظن بانه التكريم الحقيقي هو اننا شفنا هذا الورش كيفاش نجح، شفنا هذا النساء وهاد الرجال اللي استفدوا من الورش كيفاش انهم الحمد لله حسوا هذيك روح المواطنه اللي تنمت عندهم. كنشكرهم مره اخرى وكنتمنوا المزيد من النجاح للجمعيه. السلام عليكم. بدء كنشكروا جمعيه نهضه زناته على التكريم هذا. هذا فرصه اللي باش نتلاقاو ايضا مع العمال اللي خدموا في هذا المشروع ديال الاوراش بالنسبه للختام ديالو، العمال ديالو. كنشكروهم ايضا على سعه الصدر ديالهم، على التجاوب ديالهم لا من خلال العمل ديالهم لا بالنسبه للتسجيل ديال العمال ديالهم لا بالنسبه للديكلاراسيون ديالهم. كما كنقولوا هذا ورش اللي نجح بينا كاملين، ماشي غير بلا سناسات، نجح بالجمعيات، نجح بلانابيك، نجح بالمؤسسات الاخرين اللي متدخلين في هذا الورش هذا. كما كنقولوا دائما بان لا سناسات كانت سباقه ولا الوكاله ديال لا سناسات كانوا سباقين باش ينجح هذا المشروع هذا. والباب ديال الوكاله ديال المحمديه راه مفتوح في وجه الجمعيات كاملين باش ينجح مشاريع اخرى. شكرا.